هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع نبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ لهم: إذا السماء انشقت فسجد فيها. فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. قد ذكرنا في المجلس الماضي أن المشهور عندنا في المذهب أن هذا الموضع ليس من المواضع التي يسجد فيها، وذكرنا أن مواضع السجود عندنا في القرآن 11 سجدة جمعها البشار رحمه الله في قوله: عدتها 11 في ختمي لعرافي رعد النحل لسرى مريم فرقاني أولى الحج صاد النمل سجدتي حاميم بحل النفل. وهو الذي وبيّن شيخ خليل رحمه الله ما ليس بموضع للسجود عندنا، فقال في 11 لا ثانية الحج والنجم والانشقاق والقلم والعلق، سبحان الله العظيم، والعلق. طيب، لماذا ذهب المالكية في المشهور عنهم أن المفصل ليس موضعا للسجود ولا ثانية من الحج؟ استدلوا على ذلك بما رواه أبو داود والطبراني في معجمه الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من المفصل بعدما تحول إلى المدينة. قالوا: فهذا دليل على أن كل ما ورد من سجوده صلى الله عليه وسلم في المفصل بعد وجوده في المدينة، هذا دليل على أن كل ذلك منسوخ. واستدلوا أيضا بما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت النجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسجد فيها. قالوا: فدل هذا على أنها ليست بموضع للسجود. واستدلوا أيضا بما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي في شعاب الإيمان وأصله في الصحيحين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه قرأ: إذا السماء انشقت فسجد فيها. فقال له: رأيتك تسجد في سورة ما رأيت الناس يسجدون فيها. فقال له أبو هريرة: لو لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها ما سجدت. وجه الدليل أن أبا سلمة بن عبد الرحمن هذا رجل من الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وهو يقول: ما رأيت الناس، والناس أولهم علماء المدينة وكانوا متوافرين جدا في زمنه، وما رأوهم يسجدون، فدل ذلك على أن السجود فيها منسوخ وأن النسخ لم يبلغ أبا هريرة رضي الله عنه فمكث يسجد فيها. واستدلوا أيضا بالعمل المدني، وهذا العمل المدني يستنبطه من حديث أبي سلمة هذا الذي ذكرت لكم، وفيه يقول: ما رأيت الناس، ودل هذا على
أن العمل في المدينة جرى على عدم السجود فيها، واستدلوا على ذلك أيضا أن العمل في المدينة جرى على عدم السجود فيها بقول مالك رحمه الله فيما نستقبله وسيأتي في هذا الباب، قوله إن عزائم الأمر عندنا أن عزائم السجود 11 ليس في المفصل منها شيء. الأمر عندنا أي عندنا في المدينة أن عزائم السجود هي هذه 11 ليس في المفصل منها شيء. ولذلك قال الإمام القرافي لإجماع فقهاء المدينة وقرائها على ترك السجود في ذلك مع تكرر القراءة ليلا ونهارا ولا يجمعون على ترك السنة. وقال الشيخ عليش هذا أحد المتأخرين من المالكية من أهل مصر قال وعمل فقهاء المدينة وقرائها مقدم على الحديث الصحيح للدلالة على نسخه عند تعارضهما، فالعمل يدل على أن الحديث الصحيح منسوخ إذا تعارض العمل والحديث. قال لماذا؟ قال لأن أهل المدينة لأنهم كانوا أعلم الناس بآخر الأمور من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ولأنهم أشد هذه الأمة اتباعا لذلك. وهذا التقرير الذي قررناه يعني للمالكية في المشهور من المذهب هو تقرير جميل جيد، لولا أنه يشكل عليه أمور. يشكل عليه حديث الباب أن أبا هريرة يقول إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد إذا السماء انشقت، ويشكل عليه ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في مكة والنجم إذا هوى فسجد فيها وسجد الناس معه غير شيخ من المشركين رفع كفا من حصن أو من تراب فوضعها على جبهته وقال يكفيني هذا، قال فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. ويشكل عليه ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في مكة والنجم فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. ويشكل عليه ما سيأتي هنا مما رواه مالك في موطئه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ والنجم إذا هو فسجد فيها. ويشكل عليه ما سيأتي في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سجد في موضعين من سورة الحج. ويشكل عليه ما رواه مالك في موطئه أن ابن عمر سجد في الحج في موضعين. هذه كلها أمور تشكل على التقرير. فإذا قيل إن هذه الأمور منسوخة، هذه كل الآثار والأحاديث منسوخة، يشكل على القول بنسخها أن الذين يزعمون أنها نسخت يقولون إن ناسخها الحديث الذي ذكرناه والذي رواه أبو داود والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل بعدما تحول المدينة، قالوا هذا هو الناسخ. المشكلة أن هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل الحديث، متفقون على أنه حديث ضعيف. طيب سقط هذا، لم يبقى إلا حديث الصحيحين الذي ذكرناه عن زيد بن ثابت أنه رضي الله عنه أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يقوى على القول بالنسخ. لماذا؟ لأنه ترده احتمالات ترد عليه. ألا يرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد ليبين أن سجود التلاوة ليس واجبا؟ يرد أم لا يرد؟ يرد. أليس يحتمل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد لأن زيد بن ثابت لم يسجد، وزيد بن ثابت هو القارئ، والقارئ هو الذي يسجد فيتبعه السامع، فإذا لم يسجد القارئ لم يسجد السامع. يحتمل هذا أم لا يحتمل؟ طيب ألا يحتمل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد لأنه لم يكن على وضوء؟ ألا يحتمل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد لأن الوقت كان وقت كراهة؟ هذه كلها أمور يحتمل هذا الحديث تريد عليه تمنع من الجزم به على أن ما ذكر منسوخ. وهذا يقوله أئمة المالكية منهم الإمام الكبير الشيخ العالم
المغربي الفاسي الشيخ التودي بن سودة رحمة الله عليه يقول تعليقا على هذا الحديث: ترك السجود في حال لا يدل على تركه مطلقا. النبي صلى الله عليه وسلم ترك السجود في هذه في 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 واقعة العين هذه. لا يمكن أن يستدل بترك النبي صلى الله عليه وسلم للسجود في هذا الموضع على أنه يتركه مطلقا في المفصل. ترك السجود في حال لا يدل على تركه مطلقا لاحتمال أنه لاحتمال أنه كان على غير وضوء، هكذا يقول التودي بن سودة، لاحتمال أنه كان على غير وضوء أو كان الوقت وقت كراهة أو لكون القارئ لم يسجد أو لبيان الجواز، وهذا عنده عند الشيخ وهذا أرجح الاحتمالات. إذن فإذا علم هذا فبقي لنا الكلام هم في الاستدلال بالعمل النبوي، العمل المدني أحسن، في الاستدلال بالعمل المدني، لأن ما تقدم الآن من الأدلة غير ناهضة على 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 المراد. بقي العمل المدني، هم يقولون إن العمل في المدينة كان على جرى على ترك السجود في المفصل، بناء على قول الإمام مالك رحمه الله: الأمر عندنا أن عزائم السجود 11 ليس في المفصل منها شيء. معناه الأمر عندنا ليس في المفصل منها شيء، أي ليس في المفصل شيء من سجود التلاوة. هذا الذي حمل عليه يعني الذين يرون هذا القول المشهور الذي ذكرت لكم، حملوا عليه كلام الإمام مالك رحمه الله. وأنا أقول لكم إن هذا الحمل ليس بلازم، بل كيف يكون والإمام مالك رحمه الله قبل أن يقول كلامه هذا كما سيأتي لكم سترون ذلك في هذا الباب قدم قبله بمقدمات تمنعنا من أن نوافق على هذا الحمل. الإمام مالك ذكر روى حديث أبي هريرة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في إذا السماء شقت ولم يعقبه بشيء، وذكر بعده أثر عمر أنه سجد في النجم ولم يعقبه بشيء، وذكر أثر عمر في أنه سجد في الحج في موضع لم يعقبه بشيء، وذكر بعده أثر ابن عمر أنه سجد في الحج في موضع لم يعقبه بشيء، ولا تكلم بشيء ولا بين أنه لا عمل على ذلك. ثم ذكر أثر عمر أنه قرأ سورة فيها سجدة وهو على المنبر فنزل فسجد، فقال عقب ذلك: ليس العمل على أن الإمام إذا قرأ السجدة في المنبر نزل فسجد. هذا الذي يرى مالك رحمه الله أن العمل ليس عليه قال إنه ليس عليه، وفي تلك التي تقدمت لم يقل شيئا، ثم قال إن عزائم السجود هي كذا وكذا ليس في المفصل منها. كيف يحمل هذا الكلام على أن كلام مالك يعني أن العمل في المدينة جرى على ترك السجود في تلك المواضع؟ كيف يتصور هذا؟ أي عمل في المدينة يجري بشيء يخالف فيه أقطاب عمل المدينة؟ هذا عمر، وهذا ابنه، وهذا أبو هريرة، هؤلاء عمود العمل المدني، أوتاده وأركانه وأطواده، ويخالفون هذا الذي يذكر. فكيف يقال بعد ذلك إن العمل في المدينة جرى على أي عمل يجري في المدينة يخالفه عمر وابنه وأبو هريرة؟ ولذلك نعجب غاية العجب من قول الإمام القرافي على ساعة علمه وحفظه واتساعه في العلوم وتمكنه فيها ينقل هذا الإجماع الغريب، يقول إجماع قراء المدينة وفقهاء على ترك السجود. أي إجماع هذا؟ أليس عمر من فقهاء المدينة؟ وابنه أليس؟ بل إن بعض أئمة المالكية ينفي وجود هذا الإجماع. ابن رشد رحمه الله في المقدمات الممهدات يقول: والخلاف في سجود التلاوة معلوم بين السلف في المدينة. فكيف يقول القرافي هناك إجماع؟ الشيخ ابن رشد يقول هو معلوم بين السلف في المدينة، القرافي يقول الإجماع. أي إجماع؟ بل أكثر من ذلك، يقول ابن عبد البر: قد ثبت عن أبي بكر وعمر والخلفاء من بعدهما السجود في إذا السماء انشقت. فأي إجماع يتصوره بعد ذلك ويخالف فيها أبو بكر وعمر وابن عمر وأبو هريرة
وغيرهم ممن طوي في قول ابن رشد. الخلاف بينهم قديم، بينهم معلوم في سجود التلاوة في المدينة. إذن نقول، إذا عرفنا هذا نقول إن ما حملتم عليه كلام الإمام مالك رحمه الله لا نوافق فيه، وعندنا ما هو خير منه، عندنا محمل آخر لا يعارض الأحاديث المروية ولا يعارض صنيع مالك نفسه لما روى هذه الأحاديث وأوردها ولم يحقق عليها. ما هو هذا الحمل؟ أرعوني أذهانكم لا أسمعكم. الخلاف بيننا وبينهم في مفهوم كلام مالك رحمه الله. عندما يقول إمام مالك رحمه الله الأمر عندنا أن عزائم السجود 11 ليس في المفصل منها شيء، ليس في المفصل منها، من ماذا؟ هم يقولون ليس في المفصل منها، أي ليس في المفصل من سجود التلاوة شيء. واضح؟ عزائم السجود 11 ليس في المفصل منها شيء، أي ليس في المفصل من سجود التلاوة شيء. نحن نقول لا، الضمير يعود على ماذا في الجملة؟ عزائم السجود 11 ليس في المفصل منها، من ماذا؟ من عزائم السجود. ليس في المفصل منها شيء، أي ليس في المفصل من عزائم السجود شيء. نفي وجود عزائم السجود لا يعني نفي وجود السجود. فهمتم هذا الكلام؟ ما أظن. نفي وجود عزائم السجود في المفصل لا يعني نفي وجود سجود التلاوة في المفصل. ما الفرق بين عزائم السجود وغيرها؟ عزائم السجود هي المواضع التي أجمعوا على وجود السجود فيها، وغيرها ليس من العزائم، وأي وجد بينهم الخلاف، فمنهم من يرى أنه يسجد فيه ومنهم من يرى أنه لا يسجد فيه. فعندما ينفي مالك رحمه الله وجود عزائم السجود في المفصل لا يفهم منه أنه ينفي وجود السجود في المفصل، لا، إنما يقول لك أجمعوا على هذه الإحدى عشرة أنها يسجد فيها، ولكن غيرها ليست عزائم سجود، يعني اختلفوا فيها. فوجد من يسجد فيها في النجم وهو عمر، ووجد من لم يسجد في النجم وهو زيد بن ثابت، فدل على أنها ليست من العزائم، لا أنها ليست من مواضع سجود التلاوة. واضح هذا الكلام؟ وهذا التأويل ذهب إليه طائفة من الأئمة من المالكية، ذهب إليه ابن رشد، ذهب إليه ابن عبد البر، ذهب إليه المازري، وذهب إليه غيرهم من الأئمة. ابن رشد لما ذكر هذا قال وهذا تأويل جيد محتمل تصح به الرواية، تصح به رواية الإمام مالك ولا يعارض شيئا من الأحاديث. وقال والمازري يرى أن هذا هو المتعين وأن غيره غلط. قال المازري قوله الأمر المجتمع عليه يعني أنهم أجمعوا على السجود في هذه المواضع، لا على أنه لا سجود في غيرها كما ظنه بعضهم. فهمتم هذا الكلام؟ ثم هذا يدل عليه صراحة رواية ابن بكير الموطأ، فإن مالك هناك قال الأمر المجتمع عليه عندنا أن عزائم السجود 11، الأمر المجتمع عليه يعني أن غير 11 ليس أمرا مجتمعا عليه، لا أنها ليست مواضعا للتلاوة. نفهم؟ وكذلك في رواية أبي مصعب والقعنبي الموطأ يقول أجمع الناس على أن على عزائم السجود، أجمع الناس غيره هذه المواضع لم يجمعوا، لا يعني هذا أنهم يقولون لا سجود فيها، وهذا ظاهر إن شاء الله. نعم. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع مولى بن عمر أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين، ثم قال إن هذه السورة فضلت بسجدتين. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع مولى بن عمر الإمام المشهور المتوفى سنة 710 في الإسكندرية أن رجلا من أهل مصر، هذا المبهم المصري سبب ضعف
هذا الإسناد، لأن لا ندري من هو الثقة فيصح الإسناد أم ضعيف فيضعف الإسناد. لكن إبهامه في هذا الإسناد لا يضر المتن، لأنه روي من طريق أخرى، من طريق عبد الله بن ثعلبة بن صعير أنه صلى مع عمر بن الخطاب في سورة الحج فقرأ بالحج وسجد في الموضعين، رواه الحاكم في مستدركه. نعم. أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين. أن عمر رضي الله عنه قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين. سجد السجدة الأولى أين؟ الموضع الأول هو هذه الآية من سورة الحج: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذا الموضع الأول، وهذا لا خلاف بين العلماء في السجود في هذا الموضع. السجدة الثانية: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. وهذا موضع اختلف فيه العلماء. طبعا مذهبنا في المشهور هذا ليس موضع للسجود، وهذا أيضا هو مذهب الحنفية، واستدلوا على ذلك بقولهم: سجود التلاوة شرع يحتاج في إثباته إلى نقل، إلى رواية. قالوا: ولم يصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود في هذا الموضع الثاني، لم يصح، والأصل براءة الذمة، فكيف فبأي نقل بأي سمع بأي أثر يطالب القارئ بالسجود في هذا الموضع؟ قالوا: ثم إن من سجد إنما يسجد لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، للأمر بالسجود. الذين يسجدوا في هذا الموضع سجدوا لأجل الأمر بالسجود في هذه الآية، فكان عليهم أن يركعوا أيضا، لأن الله عز وجل جمع فيها بين الركوع والسجود، فإذا سجدوا امتثالا لأمر بالسجود فيجب عليهم أيضا أن يركعوا امتثالا للركوع، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وهل يقول أحد بوجود ركوع التلاوة هنا؟ فكذلك لا ينبغي، كما لم يحمل الركوع على الأمر به للقارئ كذلك لا ينبغي أن يحمل هنا السجود على الأمر به للقارئ. قالوا: وهذه أمارة على أن هذا الموضع ليس موضع سجود تلاوة، أنه اجتمع فيه الأمر بالركوع والسجود. وذهب الحنابلة والشافعية إلى أن هذا الموضع موضع يسجد فيه للتلاوة، واستدلوا على ذلك بما رواه الترمذي في سننه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فضلت سورة الحج بسجدتين. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. هذا حديث ضعيف لا يصح للاحتجاج. استدلوا أيضا بما رواه أبو داود وابن ماجه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه سجود التلاوة 15 سجدة، منها 3 في المفصل والثانية في الحج. وهذا أيضا حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج، لكن الذي يمكن أن يكون دليلا للحنفي للحنابلة والشافعية هو أثر عمر رضي الله عنه. نحن قلنا إنه ورد بإسناد صحيح عن عمر أنه سجد في ثانية الحج، وسيأتي عن ابنه أيضا وهو صحيح أيضا أنه سجد في الموضعين من سورة الحج. وأنتم تعلمون شدة متابعة عمر وابنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونا ليفتئتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الشيء العظيم، فهذا يصلح أن يكون دليلا للمرفوع، والله أعلم. أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين، ثم قال: إن هذه السورة فضلت بسجدتين. لأنه لا يعرف في القرآن سورة فيها سجدتان إلا
هذه السورة، وإن كانت الثانية مختلفا فيها فلا يعرف سورة في القرآن فيها سجدة ولو على خلاف فيها سجدة. نعم. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يسجد في سورة الحج سجدتين. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار الإمام الشهير مولى عبد الله بن عمر، تقدمت ترجمته أيضا رحمه الله ومات سنة 27 و100، أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يسجد في سورة الحج سجدتين. رأيت عبد الله بن عمر يسجد في سورة الحج سجدتين، وهذا أيضا دليل على أن الموضع الثاني من سورة الحج موضع يسجد فيه، لأن ابن عمر رضي الله عنهما لا يتصور أن يسجد بالاجتهاد، لا أن يسجد بالرأي، هذا لا يتصور، لأن هذه العبادة المحضة مرجعها إلى الرواية لا إلى الرأي. وابن عمر كان من أشد الناس اتباعا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لا يرجع إلى العبادة، فما ظنك باتباعه فيما يرجع إليها؟ ابن عمر ربما كان راكبا فوق ناقته فمر جنب شجرة فنزل من ناقته لأكرمكم الله ليبول تحت الشجرة، فيسأل عن ذلك فيقول: رأيت رسول الله الإسلام يبول في هذا الموضع، فيقتدي به فيما هو راجع إلى جبلة الإنسان لا تعلق له بالعبادة. فإذا كان هذا صنيع ابن عمر في مثل هذا، فما ظنكم بصنيعه فيما هو من محض العبادة ولا مجال الرأي فيه؟ قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب قرأ بوالنجم إذا هوى فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن ابن شهاب الإمام الكبير، تقدمت ترجمته أيضا معروف، مات سنة 24 و100. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الإمام الكبير، مات سنة 17 و100. أن عمر بن الخطاب قرأ بوالنجم إذا هوى. أن عمر بن الخطاب، عمر رضي الله عنه، مات سنة 23، الأعرج مات سنة 17 و100، يعني بينهم قريب من 100 عام بين وفاتيهما، فالأعرج لم يدرك عمر بن الخطاب، هذا إسناد منقطع، هذا إسناد منقطع، لكنه روي متصلا، روى عبد الرزاق بسنده عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه فعل كذا وكذا، هذا إسناد صحيح. أن عمر بن الخطاب قرأ بوالنجم إذا هوى فسجد فيها. أن عمر بن الخطاب قرأ بوالنجم فسجد فيها، وهذا قلنا هو مما يقدح في جريان العمل في المدينة. نحن تكلمنا قلنا إن هذا الموضع أيضا هذه من السجدات التي اختلف فيها العلماء، فمذهبنا في المشهور أنه لا سجود فيها، وخالف في ذلك الأئمة الثلاثة كلهم يرون السجود فيها، واستدل المالكي في المشهور بالحديث المتفق عليه حديث زيد بن ثابت أنه قرأ النجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسجد، والجمهور يستدلون بحديث ابن مسعود في الصحيحين الذي ذكرناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم في مكة فسجد وسجد الناس معه وغير شيخ رفع كفا من حصن أو من تراب فوضع على جبهته وقال: يكفيني هذا. قال: فرأيته قتل بعد ذلك كافرا. وبحديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بمكة والنجم فسجد وسجد معه المسلمون والكافرون والجن والإنس. ونحن قلنا إن النسخ لا يصلح. لماذا؟ لأن هم قالوا هذه أحاديث منسوخة لأن ذلك وقع في مكة، وزيد بن ثابت يعني حديثه ناسخ لما وقع في مكة. نقول هذا يشكل عليه أن عمر رضي الله عنه
سجد قرأ فالنجم سجد فيها وقرأها على المنبر والصحابة حاضرون ولم ينكر أحد ولم يعاقب أحد، فكان كالإجماع على استحباب السجود فيها. وقد ذكرنا ما يعتور حديث زيد بن ثابت من الاحتمالات التي ذكرها الشيخ التودي بن سودة، قال ترك السجود في حال لا يدل على تركه مطلقا لاحتمال كونه لاحتمال كونه الوقت وقت كراهة أو على غير وضوء أو لأن القارئ لم يسجد أو لبيان الجواز، وهو أرجح الاحتمالات. فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى. لما سجد رضي الله عنه وقام قرأ بسورة أخرى، لماذا؟ قالوا ليقع ركوعه إثر قراءة. الآن عمر رضي الله عنه يقرأ قرأ النجم، فسجد سجدة التلاوة، هو ختم سورة السجدة في ختم السورة، فسجدوا لله واعبدوا، فختم السورة فسجد. مفروض عندما تختم السورة تركع، انتهيت من القراءة، لكن هو لما قام من سجود التلاوة قرأ سورة أخرى. لماذا؟ قالوا ليقع ركوعه بعد قراءة، هذا أفضل من أن يقع ركوعه عقب قيامه من سجود التلاوة. ولهذا يستحب لمن سجد سجدة التلاوة ثم قام أن يقرأ شيئا من القرآن ليقع ركوعه بعد قراءة القرآن لا عقب سجود التلاوة. والسورة التي قرأها عمر بن الخطاب رضي الله عنه هي سورة الزلزلة، كما روى ذلك عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قرأنا قال صلينا مع عمر بن الخطاب الفجر في مكة فقرأ سورة النجم فسجد فيها ثم قام فقرأ سورة الزلزلة. نعم. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود، فقال عمر: على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة، هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام إلى آخره، الأسدي القرشي الإمام المدني المشهور، مات رحمه الله سنة 43 و100. زيد. عن أبيه عروة بن الزبير الإمام أحد الفقهاء السبعة، مات سنة 94. أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة وهو على المنبر. عمر أيضا مات قلنا سنة 23، عروة لم يدرك عمر فالحديث منقطع، لكن لا يضر انقطاعه لأنه موصول بأسانيد صحيحة، منها ما رواه البخاري في صحيحه من طريق ربيعة بن عبد الله بن الهدير التميمي أنه قال صلى قال قرأ عمر على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى إذا أتى السجدة نزل من المنبر فسجد فسجد الناس معه، حتى إذا كانت الجمعة الأخرى قرأ بها أي بالنحل، حتى إذا أتى السجدة قال أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. زاد نافع في 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 قال في روايته زاد نافع في روايته إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، فإذا لا يضر الانقطاع في هذا السند. نعم. أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجد الناس معه. فسجد وسجد الناس معه، وهذه سنة القارئ إذا سجد أن يسجد من يستمع لقراءته. قد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته يسجد عليه، حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه.
فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى، فتهيأ الناس للسجود، فقال عمر: على رسلكم، على رسلكم، أي ارفقوا بأنفسكم، اتئدوا، لا تسرعوا إلى السجود. الرسل والرسلة والترسل الرفق والتؤدة. يقال هذا القارئ قرأ على رسله، قرأ قراءة مترسلة، أي ليس سريعة، لا يهذها هذا، افعل هذا الشيء على رسلك، افعله بتؤدة وطمأنينة. نعم. فقال عمر: على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء. إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، يعني أن سجود التلاوة ليس واجبا. وهذا الذي من جملة ما يستدل به الجمهور، المالكية والشافعية والحنابلة، على أن سجود التلاوة ليس واجبا. وخالف في ذلك الحنفية رحمهم الله، فقالوا إن سجود التلاوة واجب، واستدلوا على ذلك بأدلة، استدلوا بقول ربنا سبحانه: فاسجدوا لله واعبدوا، قالوا: وهذا فعل أمر، والأمر للوجوب. قالوا: يقول ربنا سبحانه: فاسجدوا واقترب، وهذا أمر، والأمر للوجوب. قال ربنا سبحانه: فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن يسجدون، فذمهم ربنا لترك السجود، ولا يكون الذم إلا على ترك واجب، فدل على أن سجود التلاوة واجب. واستدلوا بما رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة تولى الشيطان يبكي ويقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وقالوا فعبر بالأمر، أمر ابن آدم، أمرت، وهذا يدل على الوجوب. وهذا الذي استدلوا به رحمة الله عليهم ليس بناحل، والأظهر قول الجمهور للتصريح من عمر رضي الله عنه. أولا قال: إن الله لم يفرض السجود علينا إلا أن نشاء. وقال أيضا: من سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وكيف ولو كان واجبا لكان عليه الإثم. طيب فما القول إذن فيما استدل به الحنفية رحمة الله عليهم؟ أما قولهم إن ربنا سبحانه قال: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فذمهم الله على ترك السجود، نقول: نعم، ذمهم ربنا سبحانه على ترك السجود، ولكن ذمهم على ترك السجود الذي سببه ترك الإيمان. لماذا لم يسجدوا؟ لأنهم لم يؤمنوا، لأن ربنا سبحانه قال: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن ليسجدون. الذم تعلق بالجميع، لم يتعلق فقط بترك السجود، ولا لا؟ فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن ليسجدون، فهم ليسجدون، لكن لماذا لا يسجدون؟ لأنهم لا يؤمنون، وهذا الذي ذكره ربنا. لا يستوي ذلك مع من يؤمن ولا يسجد السجود التلاوة، لأنه لا يراه واجبا. وأما الأوامر المطلقة بالسجود، فاسجدوا لله واعبدوا، فاسجدوا واقترب، الأمر المطلق بالشيء لا يفيد إيجاب هذا الشيء مقيدا. الأمر بالسجود على وجه الإطلاق، لأن هذه أمور مطلقة ليست مقيدة بشيء، ليست مقيدة بصفة ولا بزمان ولا بمكان، فاسجد واقترب، فاسجد لعبد، هذه أمور مطلقة. الأمر المطلق لا يعني، الأمر المطلق بشيء لا يعني وجوب ذلك الشيء عندما يكون شيء مقيدا، كما هو هنا في خلافنا هذا، هو مقيد بالتلاوة. فهمت الكلام؟ لأنه لو قيل إن الأمر بالسجود بإطلاق فاسجد يدل على سجود تلاوة، لوجب عندما تقرأ وأقيم الصلاة أن تقوم فتصلي. هل يقول هذا إنسان؟ أنت تقرأ القرآن فتمر وأقيم الصلاة تقوم تصلي لوجود الأمر المطلق بإقامة الصلاة؟ لا. فكذلك ها هنا عند الأمر بالسجود، وهذا ظاهر جدا والله أعلم. على أنه وإن كان المالكية
يرون أن سجود التلاوة ليس واجبا، لكنهم يكرهون للقارئ أن لا يسجد فيه، بل أكثر من هذا، يرى المالكية أن القارئ ربما نسي سهى في قراءته، هو يقرأ فسهى عن موضع سجود التلاوة وجاوز جاوز موضع التلاوة من غير سجود فلم يسجد ثم ركع فقد فات موضع السجود الآن. قالوا إذا قام إلى الركعة الأخرى يعيد قراءة الآيات التي فيها السجدة التي قرأها ويسجد لئلا يترك ذلك الموضع من غير سجود. وهذا ينبغي أن ينتبه له الطلبة عندما يصلون بالناس، ولا سيما التراويح أحيانا كثيرة يحصل لهم الغفلة عن هذه المواضيع، وتحصل الغفلة بسبب ما اعتادوه لما كانوا يحفظون القرآن من قراءة تلك المواضع من غير سجود فيها، لأنه عندما يكون في كتابه يحفظ على طالبه يسمعه لوحة هو يستظهر ذلك تلك المواضع مرات كثيرة جدا، فهو لا يسجد في كل موضع ويسجد شيخه في كل موضع، يصير الأمر شاقا على الجميع، لأن الطالب في لأن الشيخ له في كتابه 50-60 طالبا، وهذا له موضع يسجد هنا وهذا يسجد هنا، صار هذا الشيخ في كل 5 دقائق حتى يسجد، بطلت القراءة إذن، تعطلت القراءة. فلذلك جرى العمل على أنهم لا يسجدون التلاوة أثناء الحفظ والاستظهار والتكرار والتسميع، فربما اعتاد أحدهم هذا فسهى عن موضع السجود التلاوة عندما يكون يصلي بالناس فلا يصلي. من الطرائف التي حصلت في هذا الشأن أننا مرة نصلي التراويح والإمام صاحب لنا يصلي أمامنا وأنا خلفه، ووصل موضع سجود التلاوة فأكبر فكبرنا وسجدت. أنا كنت يعني على رأسي هذا القبل الذي ترون مثله الآن، لكن كان الجو بردا كانت الجلابة سميكة ثخينة، هذه على الأقل شفافة يظهر لك شيء منها، أما تلك فكانت غليظة لا تبين شيئا. ولما سجدت سقط القب هكذا على رأسي فصرت لست أعلم ما الذي يقع عن يميني وشمالي، لكن أحس بأن الفراغ عن يميني وشمالي، أنا ساجد ونحن في تراويح والمسجد مكتظ بالمصلين، المفروض أن يكون عن يميني وعن شمالي ساجدا اللذان هما عن يميني وشمالي قائما، فأنا ساجد ولا أحس بأحد، فاستغربت وأنا سمعت الإمام قال الله أكبر، هو كبر أنا كبرت والناس جميعا المسجد كله كبر، ما أنا وفقط الذي كبر، فكبرنا جميعا. ولما سجدت وطال بي المقام وأرى هكذا صرت أصنع هكذا أرى فين الناس أين ذهب القوم، فما سجد أحد من الذي، ففاطنت حينئذ بعدما سمعت الإمام يقول سمع الله لمن حمده، فطنت أنه لم يسجد، والغريب أنه ركع في موضع التكبير لسجود التلاوة، وهذه من الغرائب، هو سهى عن أن ذاك موضع سجود نسيه، ولما نسي كبر هناك ليركع، شو هذا الاتفاق؟ فوقع الناس في حيص بيص، الذين يعرفون موضع السجود سجدوا، والذين يرون الإمام لم يسجدوا والإمام نسي، و صلاة كلها فقال عمر على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. قال مالك ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد. قال الإمام مالك رحمه الله هذا ليس عليه العمل، أن يقرأ الإمام على المنبر
سورة فيها سجدة فينزل من منبره ليسجد ويسجد الناس معه، هذا ليس عليه العمل وكره ذلك. وقال أشهب وهو من أئمة المالكية قال لا يقرأ الإمام سورة فيها سجدة على منبره، لا يفعل هذا، فإذا فعل ينبغي أن ينزل ويسجد ويسجد وينبغي عليه أن ينزل وأن يسجد والناس ينبغي أن يسجدوا معه لفعل عمر رضي الله عنه، وكان معه الصحابة وكانوا كثيرين ولم ينكر أحد، قال الباجي وهذا أظهر. نعم، لكن هذا طبعا كما سمعتم هذا ليس استدعاء للإمام لأن يصنع هذا، العلماء يقول لك هذا لا ينبغي أن تفعله، ولكن إذا وقع فمالك يقول لك لا 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 هذا لا تنزيل ولا تسجد ولا يسجد الناس، والأشهب يقول لك لا إذا وقع انزيل وسجود والناس يسجدون معك، وهذا الذي استظهره الباجي وهو أظهر والله أعلم. نعم. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن 11 سجدة ليس في المفصل منها شيء. هذا هو كلام الإمام رحمه الله الذي به استنبط أن العمل في المدينة جرى على أنه لا سجود في المفصل، ونحن قد ناقشنا هذا، وهذا ظاهر جدا. الأمر عندنا أن عزائم السجود كذا ليس منها، أي من عزائم السجود، أما غير العزائم ففي المدينة فيها الخلاف وتقدم هذا. قال مالك لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة، فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين. هذا موضع اختلف فيه الناس، هل من قرأ القرآن في وقت كراهة فمر بآية سجود هل يسجد أم لا يسجد؟ هذا موضع خلاف نتحدث عنه إن شاء الله فيما نستقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.